لصناعة الخبز في ألمانيا تقليد، سواء كان ذلك بالنسبة لخبز الطعام أو للمخبوزات أو الكعك، وتعود حرفة الخبز إلى تاريخ طويل للغاية، وتم قائمة كبيرة من الوصفات والمنتجات التي انتقلت عبر الأجيال. لقد أصبحت ثقافة الخبز الألماني شاملة. لقد بدأنا في سرد عدد التخصصات في مجال الخبز الموجودة في ألمانيا، وقد وصلت حتى الآن إلى أكثر من 3000. نفسه خباز وهو مدير أكاديمية صناعة الخبز الألماني في مدينة فاينهايم. هنا يقوم أساتذة المستقبل بتعليم النشء حرفة الخبز، ويأتي هؤلاء النشء في العادة من ألمانيا، كما تخصص دورتان في العام للوافدين من الخارج. لقد حجزت الدورة الدراسية لتعميق معارفي بصناعة الخبز والحلوى، وأرغب في نقل ما أتعلمه هنا كمدرب إلى طلابنا في آسيا، ولا سيما في سنغافورة. أرغب في افتتاح مخبز في لوساكا بزامبيا وعرض الخبز الألماني للناس، فمثل هذا النوع من الخبز غير موجود عندنا. ما الذي يجعل خبزكم بمثل هذه الجودة وبمثل هذه الشهرة؟ هذا ما أريد أن أعلمه هنا. كل من يقوم هنا بالتقليب والوزن والخبز يشاركون في دورة دبلوم صناعة الخبز الألماني، وتستغرق الدورة بالنسبة للمبتدئين 5 أسابيع، وتقدم أساسيات عن حرفة الخبز. نستعرض خلال الأسابيع 5 تشكيلة من فن الخبز الألماني. هذا هو الرغيف، وهذه هي المعجنة اللينة، وهذا خبز العجين المخمر وحلوى برلين. ونعرض كل ما تتكون منه ثقافة الخبز الألمانية، وكذلك الحلوى وكعك الجبن إلى آخره. هذه التشكيلة موضع تقدير كبير. ويسعى الخبازون الألمان إلى التعريف بخبزهم للثقافة العالمية، ويسهم المشاركون في الدورة في الشهرة العالمية للمخبوزات الألمانية، وذلك عندما يصبحون سفراء لتقليد يصل عمره إلى آلاف السنين.